اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع زينة العالمي. زينة، كنا بنتكلم قبل الفاصل على مثلك الاعلى. مين مثلك الاعلى؟ في مصر، مصر طبعا كابتن تهاني توسن. تمام، طبعا دي مثلنا كلنا الاعلى طبعا بصراحة. اللي حققته واللي عملته طبعا، واكيد نفسك تكوني زيها. طيب، يعني انت كنت من فتره مشايره صوره كده على الفيسبوك، احنا مراقبينك كويس يا زينة، احنا مراقبينك وعارفين بتقول ايه، وكنت مشايره صوره كده كانت لكابتن نهله سامح. وكنت بتقول لها كل سنه وهي طيبه تقريبا، بتقول يا رب يا رب ان انا اقدر احقق بطولات زيها، وان انا اخد حاجه و40 بطوله زي ما هي حققت الكلام ده، او وهتبقى مبسوطه انها تلعبي جنبها. الكلام ده صح؟ بصراحه انا كابتن نهله، انا بالنسبه لي ليها معزه خاصه عندي. فعلا هي من اجمل الشخصيات يعني اللي ممكن اي حد يتعامل معاه. هي فعلا بتساعد اي حد عايز يعني يطلع، حتى صغير كبير اي حد. فهي بصراحه يعني ساعدتني حتى جدا، وستيل بتساعدني يعني في التمرين. فانا بصراحه بحبها يعني جدا قوي. طب انا عايزك تقولي الو بس جامد كده، الو بصوت عالي. الو يا جوزة. معانا عبر الهاتف كابتن وكابتن فريق الكرة الطائرة سيدات في النادي الأهلي، وأحد طبعا نجوم ورموز اللعبة، وكمان أكتر يعني كابتن حصل على بطولات في تاريخ النادي الأهلي. معانا كابتن نهلة سامح. أهلا بيك يا كابتن نهلة. أهلا بحضرتك يا كابتن هيثم، وحشانة جدا 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 والله. وحضرتك أكتر والله. ويعني متابعينك ومتابعين أخبارك، ويمكن إحنا تسمعتي كلام طبعا زينة على الهوا، بيتهيألي شعور حلو إن أنت تلاقي نفسك حتى كل اللاعبات او كل النجوم في مصر شايفين القدوه ليهم. والله الحمد لله، يعني ده شرف ليا، وبالذات يعني هي زينة، عارفه طبعا ان انا بحبها قد ايه، ويعني ياما كنت بتكلم معاها حتى قبل ما تيجي الاهلي، يعني ان احنا عايزينها معانا، ودايما كنت بتكلم معاها واحنا في المنتخب. يعني ما شاء الله لعيبه مميزه يعني في مصر، من افضل مركز اربعات في مصر. يعني انا من زمان كنت بتكلم معاها في الحكايه دي، وهي لعيبه مميزه وطبعا اضافه كبيره جدا لينا يعني في النادي الاهلي. خلي بالك يا كابتن نهله، انت بتتكلمي على زينه وهي في نفس مركزك. يعني انا يعني انا شايف قد ايه بتتكلمي يعني ايجابي، وعايزه تديها خبرتك بالرغم انها في نفس مركزك، وهو ده النادي الاهلي الحقيقه. بالظبط، ما هو احنا كلنا يعني في خدمه النادي الاهلي. اذا كان انا موجوده في الملعب او زينه او اي حد من معانا لعيبه كمان كتير جدا في مركزنا، لا لعيبة تقال يعني. طبعا احنا كلنا بنلعب ان احنا نقدر نفوز بالبطولة يعني دايما الحمد لله احنا متعودين في النادي الاهلي ان مفيش حتة ان انا لازم انا اللي العب، لا احنا المهم عندنا ان احنا نكسب. فاحنا كلنا بنساعد بعض ان احنا في الاخر نحقق البطولة، وانا ده يعني دايما اللي بتكلم فيه معاهم، يعني ان احنا كلنا في خدمة النادي الاهلي، في الاخر البطولة بتتحسب لنا كلنا. يعني مثلا الحمد لله ان انا قدرت اشارك في 47 بطولة نقدر نفوز بيها، فدي طبعا ما كانش بمجهودي انا بس، طبعا كان معايا ناس تانية وكان معايا ناس من مركزي. فدايما احنا هدفنا في النادي الاهلي في الاخر البطولة، يعني دايما مش مهم انا او مش مهم اي حد، المهم في الاخر ان احنا نفوز بالبطولة تتحسب للنادي الاهلي. صحيح كلامك، الأمانة يعني يدرس للجيل اللي طالع، وأكيد يعني نتمنى كل اللاعبات اللي طالعين يسمعوك يا كابتن نهلة، لأن الحقيقة كلام يدرس. بس مش هينفع تبقى معانا لما نسالك على الفرقه، طمنينا الفرقه اخبارها ايه، هل في اصابات، هل بعد الشر يعني في حد ما بيشاركش في التمرين، يعني طمنينا على الفرقه بشكل عام يا كابتن نهله. لا الحمد لله، عامه في الوقت الحالي الحمد لله، الحمد لله ما فيش اصابات، الفرقه كامله. وطبعا الحمد لله بالاضافات السنه دي معانا زينه ومعانا ايه خالد ومعانا هانيا، طبعا اضافات كبيره وقويه وهتساعدنا كتير في السيزون الجاي. احنا للاسف لسه مش عارفين يعني السيزون هيبتدي امتى بسبب طبعا انتخابات الاتحاد والكلام ده، بس الحمد لله ان احنا جاهزين من بدري، يعني احنا ابتدينا من بدري فتره الاعداد، واحنا الحمد لله دلوقتي جاهزين. لعبنا ماتشين ودي، لعبنا ماتش مع وادي دجله وماتش مع الجزيره، الحمد لله قدرنا نفوز بيهم. وطبعا الكابتن قدر من خلالهم يعني بمعنى ان هو يطمن على الفرقه، وكلنا شاركنا في المباريات دي. فاحنا ان شاء الله جاهزين يعني. طيب برضو يعني طمنيني كابتن حمدي، عامل فيكوا ايه، الحمل عالي ولا الدنيا هديت شويه ولا الوضع ايه؟ انت يا كابتن هيثم اكيد عارف. انا عارف بس برضو لازم اسالك. طبعا يعني هو كالعاده طبعا يعني، بس ده لازم يعني عشان نقدر نشوف البطولات اللي احنا داخلينها كلها السنه دي ان شاء الله يا ان شاء الله. كابتن نهله سامح، كابتن الفريق ونجمه النادي الاهلي واحد الكباتنه التاريخيين في النادي الاهلي ب 47 بطوله، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن نهله.